أولا تحياتي من طوس ومن موقع في غاية الجمال والمنطقة تحفر في التاريخ في التراث وفي الحضارة، موقع الفردوسي هذا الشاعر العظيم اللي عمل ما يشابه الإلياذة، إلياذة هوميروس، قصائده وآلاف الأبيات من الشعر اللي ما قدر يعملها أي شاعر آخر. زيارتي هذه الأولى لهذا البلد الكبير بعد الثورة الإسلامية. أنا زرت هذه البلد في ما قبل بس لكن ما زرت مشهد، هي أول مرة أزور مشهد وسعيدة بالتواجد مع هذه المجموعة المميزة. والزيارات اللي لها جذور دينية وحضارية